طيب الوصفة بتاعتنا النهاردة بقى ايه مكوناتها؟ هي وصفة غريبة شوية وعجيبة شوية، بس بيتهيألي هتنبسطوا عليها لان فيها فكرة يعني جديدة صراحة، انا اول مرة اشوفها لما سافرت على تركيا. هنعوز ايه؟ هنعوز نص كيلو لحمة كباب حلة، عايزين كوباية مشروم طازة، وعايزين 2 جزر، 2 كوسة، 1 بصل، 6 فص ثوم، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، 1 طماطم مبشورة، 3 معالق كبيرة وورشستر شاير صوص أو صويا صوص مش مشكلة، 2 معلقة كبيرة ليمون، وعايزين 2 عود روزماري، ملح وفلفل، 1 معلقة صغيرة بهارات، رشة جوزة الطيب، 1/2 معلقة صغيرة حبهان مطحون، 1/2 معلقة صغيرة من القرفة. هنعمل ايه؟ تقريبا مش هنعمل حاجة خالص في الوصفة، بس عايزة اقطع البصل. البصل هقطعه كبير شوية، يعني مش كبير بس مش صغير قوي. هقطع كده كل واحدة 6 ولا 8 وخلاص، وهتبقى الوصفة خلصت. انا مولعة النار دلوقتي على درجة حرارة 200، يعني خلينا نعملها كده كده كويس. طيب الجزر انا قطعته نوعا ما قطع متوسطة، والكوسة، المشروم هنقطعه نصاص يمكن برضو، خليه هنا. واللحمة عندنا زي ما قلنا كباب حلة. بتقدروا تعملوها بالفراخ؟ اه بتقدروا تعملوها بالفراخ، ممكن نجيب صدور الفراخ ونعمل فيها نفس القصة بالظبط، نقطعها مكعبات ونحطها زي ما حطينا اللحمة كده. تمام. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا عندنا كل حاجة جاهزة، بس عايزة اجيب زيت الزيتون واجيب الملح والفلفل وهتبقى وصفتنا خلصت. هناخد البرطمان ده، مش عايزين يكون فيه اي حاجة غير ازاز، يعني مثلا عندنا هنا حتة دي معايا، ايوه كمان ارجع ورا شوية، ابعد شوية لو سمحت، لو سمحت ابعد شوية. طيب دي شايفين الحتة دي؟ هنشيلها لان دي ما ينفعش ندخلها الفرن. تمام. فانا شلت الحتة دي وهبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اخد من الحاجات اللي عندنا، هحط تحت شوية لحمة، هحط شوية كوسة، هحط شوية جزر، فيش أسهل من كده، شوية مشروم، شوية بصل، شوية ثوم. كنت افضل التوم يكون صحيح بس مش مشكله. حاضر هنطلع تاني، قصدي هنروح، المخرج قال لي هنطلع فاصل، فعايزه اقول لكم هنحط تاني، قلت لكم هنطلع تاني، انت بتلخبطني يا شريف. هنحط كمان من ده وبعدين نرجع تاني نحط نفس القصه، شويه جزر. شايفين قد ايه سهله؟ وشويه حطوا الخضار اللي انتوا عايزينه، بعدين نحط برضو بصل، ونحط شوية مشروم، ونحط كمان لحمة. طبعا كل ده هينزل شوية وهيدوب الخضار، يعني الخضار هيطرى وكل ده هينزل. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ كفاية كده، كفاية. هاجي دلوقتي اخد الحاجات اللي عندي، عندي الصويا صوص هحط لها شوية ملح، وما ننساش ان الصويا اصلا ملحة، يا ورشة شراير صوص يا شوية صويا صوص، هحط الحبهان،
هحط القرفة والبهارات، دول هحطهم مع بعض كده. أخدنا قرفة طيب، وهناخد ده كله وهنحطه مع كمان الطماطم المبشورة. والليمون. وهنقلب ده كله. ممكن ناخد كمان العيدان بتاعة الروزماري، تدي طعم لذيذ، نكهة كده من بعيد حلوة. تمام، هناخد بقى الخلطة بتاعتنا دي وهننزلها الفرن على درجة حرارة، يعني خلينا نقول 180، بلاش 200، 180 تقريبا. هسيبها في الفرن يعني ساعة ونص اللحمة، وهي زي ما هي كده مقفولة بالبرطمان، ومفيش أي حاجة فيها غير إن هي مقفولة بالبرطمان ومحطوطة في الفرن. هي دي الوصفة بتاعتنا النهاردة. شلنا من هنا قلنا الجلدة، هناخده كده وهقفله بالشكل ده، شايفين اهو، هاخده كده زي ما هو البرطمان بتاعي، وزي ما هو هحطه في الفرن زي ما قلنا درجة حرارة اهو، درجة حرارة 200، وهنسيبه تقريبا ساعة وربع، يعني ساعة، من ساعة وربع لساعة ونص، هنخليه في الفرن لغاية ما يستوي خالص. وما تنسوش تشيلوا القطعة دي علشان خاطر ما تسحش في الفرن وتبوظ لنا الأكلة بتاعتنا.